لو لاعب من فريق اخر اللي عامله مش اقل من 8 ماتشات من 12 مباراه 6 شهور اقل حاجه. لكن للاسف انت بتجامل، لما تجامل اتحمل نتيجه قراراتك. هم اللي وصل الناس دي بقى فين دلوقتي في المشهد؟ لجنه المسابقات فين؟ لجنه المسابقات هي اللي حطتنا في المأزق ده وهي اللي وصلتنا للمرحله دي. طب خلينا خلي بالك بس بعد اذنك بس ثواني بس عشان ارد بس على حاجات المجامله دي. يعني اصل دي لائحه بتقول دي سب الدين وصفع اللاعب على الواك ماتشين سب والضرب ده عقبته كده من 2 ل 4. طب من 2 ل 4 مباراه انت اديته الاخف. انت شوف شوف ان هو بعد المباراه ايا كان طالما في عقوبه وصاحب الحكم او القاضي خلاص انت بتقول مجامله. احنا في حاجات بتحصل في الملاعب بنفضل اسبوعين وثلاثه طالما العقوبه من مباراتين لاربع مرات طالما صاحب القرار في عقوبه خلاص. اصل كلمه مجامله دي يعني اللائحه بتقول ان هو ياخد 12 او شهر او اربع مباريات او لاخره وهو خالف اللائحه. هو امام عاشور لما سب مسؤول النادي الاهلي في غرفه ملابس خد ايقاف قد ايه؟ 8 مباريات. لا بص فيش بص خلينا يعني ده معلش خطا من امام لكن خطا الشحات كان اكبر ويستحق عقوبه اكبر فيبين لك المجامله. خلينا بس نتفق عشان انا والله ما بظلمش حد. في مجامله في مجامله احنا عايزين نقول في خوف من النادي الاهلي. اسمعني بس في خوف من النادي الاهلي في خوف من لا ده بقى موقف امام عاشور وهو لعيب في نادي الزمالك كان موقف في غرفه ملابس وتصور في غرفه ملابس النادي الاهلي في مباراه خاصه فريق الشباب. مين اللي زوره؟ ما علينا مين اللي زوره النادي الاهلي يعني ولا ما علينا اقصد اقول انت بتقول تصور جوه غرفه بعد ما حصلش في المباراه اوضه ملابس الاهلي ما كانش في المباراه اوضه ملابس الاهلي دي ما فيهاش كاميرات. ده خلينا يعني هل الموضوع ده ما كانش له حل؟ ده سؤال اهم ما انا بقول لك وده القعده بتاعتنا واعلامنا الهادف في ناس صعبه مصلحه. الحل كان ايه؟ في ناس صعبه مصلحه ان الخلاف يزيد والموضوع يوصل لقضاء والكلام ده. لو انت طبقت قرار صح كنت قفلت الباب. خلاص انت ما طبقتش والله حتى لو طلع القرار ماذا بعد؟ ما انت خلاص انت يتدخل العقلاء حتى لو قرار طلع باربع مباريات ثمان مباريات في ناس صاحبه مصلحه ان الخلاف ده بس مش قوي كده ما كانش هيوصل. لا هيوصل كده. طيب الحل اللي انت بتقول عليه ده الحل صاحب المصلحه انت عارف وانا عارف وماهر عارف يعني في ناس هنقول لا في ناس في ناس ما صدقت ان حاجه زي دي تحصل. في ناس ما صدقت. طب ما انت قافل عليهم الباب ما تقفل عليهم الباب والله لو طلع ثمان مباريات. لا 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 في ناس في ناس صاحبه مصلحه ان القصه دي توصل لكده. الاقصى العقوبه مش انت كنت عايز اقصى عقوبه؟ انا بقصد 8 ولا 10. انا اقصد اقول العقوبه لا ما في لائحه. ما هو ما مش في لائحه. طب امام عاشور امام عاشور كانت اللائحه ايه؟ طب نشوف الاول بس اللائحه ايه. طب ماشي معلش اللائحه على امام عاشور وهو في غرفه ملابس كانت اللائحه بتقول ايه؟ ماليش دعوه بامام عاشور احنا بنتكلم في الشيبي الاهلي يطالب شيكابالا. شيكابالا لما اختلف مع المهندس احمد مجاهد اتخذها تجاه مخالفه لاعب بيراميدز اللوائح فين اتصور يعمل ايه هو بقى؟ تعال انت لجنه مسابقات استدعاء حسين الشيبي حسين الشحات محمد الشيبي للتحقيق واخد وقتي واشوف الموضوع من كل جوانبه ده جزء مهم واطلع قرار. لكن انا حاولت اجامل انا ارجع انا مصمم على الموضوع. انا سؤال برضه انا قلت الكلام ده على فكره كنا في حاله لا القرار مفيش مجامله يا ماهر دي لائحه السرعه دي لائحه بعد اقل من 24 ساعه دي لائحه بعد اقل من 24 ساعه لا مش 24 ساعه ده انت في مصر ماتش نهائي الكاس بيسالوا الاستاذ جمال علام بيقولوا الحكم البرازيلي اللي قضى نهائي الكاس ما كتبش بتاع شيكابالا بقى لنا شهر ولسه يا جماعه اتكتبت بتاع شيكابالا اتكتبت في التقرير والعقوبات طالعه خلال ايام بعد ايه بعد كده بعد قد ايه طالعه العقوبات ايهما اكثر الشيبي على فكره محمد الشيبي قال لك هناك يعني مجامله صارحه او من اتحاد كره القدم بيجامل الاهلي. انت ناسي حاجه مهمه جدا يا استاذ محمد. الاتحاد المغربي لكره القدم دخل على خط الموضوع مش هيسيب حق اللاعب بتاعه ما يخصوش ايه معلش الاتحاد المصري قال له معلش لا ما يخصوش ما يخصوش ايه لا الراجل لاعب تبع وزاره الاتحاد المصري كره القدم اتضرب في المنتخب ما دخلش في قراراته هو اتضرب في المنتخب بيستفسر انت عارف عن ايه؟ انتوا اللعيب اللي هو محمد الشيبي المغربي انت محوله للجنه انضباط وبعدين معلش لا مش بتاعته مش بتاعته ماشي انا فاهم يا سيدي انا ما بقولش انه هيأثر على القرار لا مش هيأثر بس بأمره ايه التدخل ده حصل انت كده بتدول القضيه انت كده بتدولها. محمد الشيبي النهارده بيقول لك حرف للفيفا الكلام محمد الشيبي ده واحد بيدافع مصالح طب ماشي محمد الشيبي بيدافع عن مصالح بس لكن فبيكبر الموضوع بس نرجع نقول حاجه هو انت النهارده انت هو النادي الاهلي في البيان اللي عمله انه معترض على اللجوء للمحاكم المدنيه هو انت مش عملت كده كنادي اهلي برضه في موقف هو انت موضوع كهرباء عملت ايه؟ ما بص معلش عشان ما نجيبش بس على موضوع الشيء خلينا نتكلم على موضوع الشيء هو احنا ليه دي حلال وليه دي حرام؟ لا انت في النهايه لو عندك لوائح بتطبق يا استاذ محمد بتطبق على الكل سواسيه يعني هو بيقول لي دلوقتي الاستاذ شريف موضوع شيكابالا في نهايه موضوع شيكابالا الى اين خلي بس عشان نقفل الموضوع ده والنبي الى اين تنتهي الازمه دي عشان هطلع خلاص العقلاء من الاهلي ومن بيراميدز يتدخلهم والكبار بتوع الناديين يتدخلهم والموضوع يتحل في ساعه واحده بكل سهوله جدا شريف
هو طبعا يعني لازم بيبقى فيه يعني في محاولات دلوقتي واضحه وان الموضوع اتلم وخلاص يعني مش هيبقى تم وموضوع اتلم ويقبل اعتذاره. يعني سمعنا ان مثلا ان الشيبي محتاج اعتذار رسمي من حسين الشحات وعالمي. طب هو اعتذر في برنامج من هو بقى يعني لا زياده في التطوير مش مناسب. يعني اعتذر له هو رقم ما اعتذر له وجه لوجه. طب اعتذر له وجه لوجه الوجه عايز ايه تاني يعني انا اهو حصل موقف الاعتذار اللي انت قلت عليه ده اللي كان حضره الكابتن هاني سعيد. طلع الكابتن هاني سعيد بعديها قال لي انا ما كنتش اعرف انه سبب لا 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 سوري معلش لا 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 يعني انت النهارده يعني انت النهارده تسيب له الدين وتضربه بالقلم وانت تعتذر تقول له انا اسف خلاص انت قلت حصل. لا انت تقبلت يا استاذ هو الموقف حصل ولا ما حصلش؟ والملايين شافوه حصل وتقبلت.